وزير البترول يقول إن السعودية والإمارات والكويت توفر المواد البترولية لمصر حتى نهاية ديسمبر مع مشاورات لمد أجل الإمدادات لفترة أطول. بعد فشل الكونغرس في تمرير الموازنة، إيقاف برامج الحكومة الأمريكية غير الأساسية. في أول تحرك جاد منذ عام 1997 لكبح الدين العام في اليابان، رئيس الوزراء يقرر رفع الضرائب ويعلن برنامج تحفيز اقتصاديا بقيمة 5 تريليونات ين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع نشرات اقتصادية تفصيلية تأتيكم من قناة النيل الأخبار. وفيها قال وزير البترول شريف إسماعيل إن السعودية والإمارات والكويت توفر المواد البترولية لمصر حتى نهاية ديسمبر، وإن هناك مشاورات لمد أجل الإمدادات لفترة أطول. وقالت وكالة رويترز للأنباء إن وزير البترول كشف أن مصر أرسلت إلى الدول الثلاث بحجم إمدادات الوقود التي ستحتاجها بعد ديسمبر الأول، والتي تدرس بدورها هذه الاحتياجات. كانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات إلى مصر قيمتها 12 مليار دولار، وصلت بالفعل 7 مليارات دولار. وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن هناك خططا لدعم الاقتصاد من جانب الإمارات والسعودية عبر استثمار أموال في مشروعات للبنية الأساسية وفي صورة مساعدات بترولية. رحب وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبو الشادي باقتراح الغرف التجارية بإنشاء بورصة سلعية، وشدد أبو الشادي عقب لقاء رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، شدد على أن الوزارة تدعم أي آلية من شأنها ضبط الأسواق والحفاظ على مصالح المواطنين من جشع التجار. وأشار أبو شادي إلى استمرار الحملات الرقابية من قبل مباحث التموين ومفتشيها، وذلك لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين. على جانب آخر قال أبو شادي إنه تم تشكيل لجنة متخصصة لعمل نماذج للمخابز تصلح لتطوير المخابز الموجودة حاليا بما يتلائم مع نمط الاستهلاك في المجتمع المصري لتقديم خبز يحظى بقبول المواطن. يبدأ اليوم تطبيق مشروع توصيل اسطوانات البوتاجاز إلى المنازل خلال 48 ساعة عن طريق التليفون من خلال الرقم الساخن 19492، وهو 12 خطا في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول للتيسير على المواطنين وتوفير الأمان لهم. وقالت الوزارة وزارة التموين إن جميع مستودعات البوتاجاز من القطاعين العام والخاص والباعة سيشاركون في تلك المنظومة، وتم تفويض كل محافظ في تحديد رسوم التوصيل، لتتراوح رسوم توصيل البوتاجاز المنزلي من 2 جنيه إلى 5 جنيهات، بينما تتراوح رسوم خدمة توصيل الأسطوانة التجارية من 5 إلى 10 جنيهات. كما يمكن للمواطنين شراء الأسطوانة من المستودع مباشرة بالأسعار الرسمية. عاد اللون الأخضر ليكسو مؤشرات البورصة المصرية قبل نهاية التداولات بعد جلستين متواصلتين من الخسائر، وصعدت مؤشرات السوق بشكل جماعي ليسترد المؤشر الرئيسي أكثر من نصف نقطة مئوية، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 1.5% ليربح رأس المال السوقي أكثر من 1.5 مليار جنيه. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محسن عادل خبير أسواق المال. أستاذ محسن، بعد التحية، ما هي قراءتك لأداء السوق اليوم؟
اتصور ان اداء البورصه المصريه اليوم كان بيعكس استعاده البورصه لحاله التفاؤل التي كانت موجوده على خلفيه تصريحات الساده الوزراء في مؤتمر المال يوم امس. هذا الامر اشاع بعض من التفاؤل بقدره السوق على الاستمرار في مرحله التعافي الذي قد بدا عليها خلال الفتره الماضيه، ومن اثار عمليات اغلاقات المراكز الماليه بالنسبه للشركات والتي كانت قد شهدتناها خلال الفتره الاخيره من جانب بعض من المتعاملين، واثرت على اداء البورصه في ختام جولات يوم 30 من سبتمبر. هذا الامر ساهم بشكل كبير بنوع من انواع الدفع بالنسبه لقدره البورصه المصريه على التعافي، وساهم بشكل واضح تماما في انعاش حركه الجولات. اليوم نتحدث عن نحو 16 نقطه مئويه ارتفاع على مؤشر اي جي اكس 30 ونحو 1.6 نقطه مئويه ارتفاع على اي جي اكس 70، وصف مستويات قويه من جانب المتعاملين الافراد خلال جلسه اليوم، وارتفاعا بنحو 1.16 نقطه مئويه على مؤشر اي جي اكس 100 حتى الان. المتعاملين الاجانب اليوم ايضا استعادوا شهياتهم الشرائيه بشكل واضح، وهو امر ساهم في انعاش حركه الجولات داخل البورصه المصريه، وساهم ايضا في تحقيق بعض من التوازن في الجولات، وان كنا بنلاحظ ان هناك انكماشا في قيم واحجام الدولات التي لم تتجاوز قبل نحو ساعة وربع ساعة من الإغلاق مستويات 225 مليون جنيه، وهو اقل من المتوسطات التي كانت عليها خلال الفتره الماضيه. واتصور ان هذا الامر يمكن مرجعه ان الدولات اليوم تاخذ شكل انتقائي تجميعي اكثر منها عمليات شراء جماعيه على الاسهم في البورصه المصريه خلال جولات الجلسه. نعم، الاستاذ محسن عادل خبير اسواق المال، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. نتحول إلى سوق النقد وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية. فوفقا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجل شراء الدولار الأمريكي 6.88 جنيها، ومقابل العملات العربية بلغ سعر شراء الريال السعودي 1.83 جنيها. أما في أسواق الذهب فقد تراجعت أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية قليلا بالمقارنة بأسعار أمس، وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 258.59 جنيها. تم إيقاف برامج الحكومة الأمريكية الفيدرالية غير الأساسية لأول مرة منذ 17 عاما عند منتصف الليلة الماضية بسبب فشل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس في تمرير موازنة السنة المالية الجديدة. وأصبح 800,000 موظف فيدرالي من أصل أكثر من 2 مليون في عطلة قصرية من دون رواتب اعتبارا من صباح اليوم ولفترة غير محددة، لكن الإجراء لن يطال الخدمات الأساسية المتعلقة بالأمن القومي. كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد رفض الشروط التي وضعها مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لربط تمويل الحكومة بإدخال تعديلات على قانون الرعاية الصحية الذي طرحه الرئيس أوباما من قبل لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن أمريكي. وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي. دكتور حمدي، كيف تقرأ إيقاف برامج الحكومة الفيدرالية الأمريكية غير الأساسية لأول مرة منذ 17 عاما بسبب فشل الديمقراطيين والجمهوريين في تمرير موازنة السنة المالية الجديدة؟ هذه الحالة تبين أن هناك بطالة سوف يعاني منها الاقتصاد الأمريكي في المرحلة القادمة، ويكون هناك صعوبة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى وجود زيادة كبيرة في معدلات البطالة. فسنجد أن هناك 825,000 موظف يحصلون على أجازة إجبارية بدون رواتب. وطبعا أجازة إجبارية تعني أنها فترة غير محددة حتى يمكن تدبير وسيلة للتمويل، لأن الخلاف على مسألة المديونية
فالولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مديونة في العالم، وأي زيادة في المديونية بتغرق الموازنة العامة ويدفعها دافع الضرائب في السنوات التالية أيضا. ومن هنا بتأتي دائما المعارضة من جانب الجمهوريين لأي برامج يترتب عليها زيادة في الاستدانة الأمريكية. وكما نعلم أن من يتوقفون عن العمل أو يحصلون على أجازات إجبارية سوف يحصلون على إعانات بطالة. فهذا ليس معناه أنهم سيكونون بلا دخل على الإطلاق، وإنما الخزانة دائما تكون هناك في إطار ما يعرف بالويلفير أو الرفاهية الاجتماعية، هناك تأمين صحي لهم، وهناك أيضا إعانات بطالة تكفي للحصول على الاحتياجات الإنسانية الآدمية أو ما يسمى بحد الكفاية. فمثل هذه الإجراءات أعتقد أنها ستأخذ جولة جديدة من المفاوضات حتى يمكن التوافق ما بين الجمهوريين والديمقراطيين على حل وسط يؤدي إلى عودة الموافقة على الرعاية الاجتماعية، وإن كانت بمعدلات أقل مما طلبه الرئيس أوباما. وفي هذه الحالة يمكن أن يتم تمرير الموازنة بعد التعديل. نعم، الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حكومته سترفع ضريبة المبيعات إلى 8% من 5%، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما. كما أعلن رئيس الوزراء الياباني برنامج تحفيز اقتصاديا بقيمة 5 تريليونات ين أو أكثر. وتعد الزيادة الضريبية أول تحرك جاد منذ عام 1997 لكبح الدين العام في اليابان الذي تضخم في الآونة الأخيرة ليصل إلى 100 تريليون ين، متجاوزا مثلي حجم الاقتصاد وهو الأعلى في الدول الصناعية. أظهر مسح نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، إذ أتاحت زيادة الطلب للمنتجين رفع الأسعار للمرة الأولى منذ منتصف 2012. وأشار المسح إلى تراجع مؤشر ماركت لمدير المشتريات في القطاع الصناعي إلى 51 نقطة وعشر النقطة الشهر الماضي من أعلى مستوى في 26 شهرا، الذي سجله في أغسطس عند 51 نقطة وأربعة أعشار النقطة. وقالت مؤسسة ماركت التي أجرت المسح إن البيانات تنبئ بأن يدعم القطاع الصناعي اقتصاد المنطقة، وتظهر أن تحسن الطلب قد امتد إلى دول جنوب القارة. أظهر مسح أن وتيرة نمو القطاع الصناعي في بريطانيا تباطأت قليلا في شهر سبتمبر من أعلى مستوى في عامين المسجل في الشهر السابق. وكشف المسح عن تراجع مؤشر ماركت CIBS لمديري المشتريات إلى 56 نقطة وسبعة أعشار النقطة مقارنة مع 57 نقطة وعشر النقطة في أغسطس. وتشير البيانات إلى نمو قوي في القطاع الصناعي الذي يشكل 10% من اقتصاد بريطانيا، وتظهر أن المصانع توظف بأسرع وتيرة منذ مايو 2011. قدمت الحكومة مشروع ميزانية 2014 للبرلمان، والذي سيرفع معدل الدين إلى نحو 100% من الناتج الوطني بنهاية العام المقبل، وهو أعلى مستوى في أكثر من قرن من الزمن. الحكومة اعتبرت أن الميزانية خطة للإنعاش الاقتصادي. في وقت تكافح فيه أسبانيا لخفض واحد من أعلى مستويات العجز العام في الميزانية في منطقة اليورو، قدمت الحكومة الإسبانية مشروع ميزانية 2014 للبرلمان من شأنها أن ترفع معدل الدين إلى نحو 100% من الناتج المحلي بنهاية العام المقبل، وهو أعلى مستوى في أكثر من قرن من الزمان. الحكومة اعتبرت الميزانية خطة إنعاش اقتصادي. ميزانية 2014 هي ميزانية إنعاش اقتصادية. هذه الميزانية ستساعدنا على العودة للنمو
وجاء في مشروع الميزانية أيضا أن معاشات التقاعد ستزيد بنسبة 25% بعد إقرار إصلاح نظام المعاشات الجمعة الماضية، والذي يهدف إلى ربط زيادة المعاشات بسلامة الاقتصاد وعدد المتقاعدين وحالة نظام الضمان الاجتماعي. وذكر مشروع الميزانية أن الخزانة ستحتاج لإصدار ما قيمته نحو 243 مليار يورو من الدين إجمالا العام المقبل، بعدما شملت ميزانية العام الماضي إصدار ما بين 215 مليار يورو و 230 مليار. ومن غير المرجح أن تواجه الميزانية أي تحد في البرلمان، حيث يحظى حزب الشعب الحاكم بأغلبية مطلقة. للتغلب على أزمة الاقتصاد كان علينا أن نتقشف، وهذا ما نتعلمه جميعا في إسبانيا. لن تشمل خطط الميزانية الجديدة زيادات جديدة في الضرائب العام المقبل. سنواصل بالطبع التأكيد على التقشف، لكننا سنركز على احتواء الإنفاق العام. وأغلب الإصدارات ستكون في صورة سندات أو أذون خزانة، لكن مشروع الميزانية يقول إن الحكومة ستدرس إصدار ما يصل إلى 7 مليارات يورو في صورة أدوات أخرى أو عملات إذا ظهرت خيارات مالية أخرى مثيرة للاهتمام. ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة على الدين العام إلى نحو 36 مليار يورو العام المقبل، أو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات نحو 4.36% الاثنين، مقارنة مع نسبة قياسية مرتفعة تزيد على 7.6% في صيف 2012 عندما بلغ القلق بشأن تفكك منطقة اليورو ذروته. كشفت شركة غاز بروم في بيانات أولية اليوم أن صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا قفزت في سبتمبر بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 13.5 مليار متر مكعب بفعل تراجع الشحنات من النرويج ومصادر أخرى. وأشارت البيانات إلى أن صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بين يناير وسبتمبر وصلت إلى 118 مليارا و350 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 15.5% من 100 مليار ومليارين و460 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من العام السابق. وتعتزم غاز بروم التي تلبي ربع حاجات أوروبا من الغاز، تعتزم زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا لتصل إلى 152 مليار متر مكعب هذا العام بعد انخفاضها 8% في 2012. عقدت في العاصمة السعودية الرياض قمة تضم متخصصين في الطاقة ومستثمرين ورجال أعمال محليين لتبادل المعرفة والخبرات بشأن مصادر الطاقة المتجددة. مع افتقارها للفحم أو إنتاج الغاز الطبيعي الكافي ولتقليل الاعتماد على النفط، ترغب المملكة العربية السعودية في توليد مزيد من الكهرباء من الطاقة الشمسية. من هذا المنطلق عقدت في الرياض قمة تضم متخصصين في الطاقة ومستثمرين ورجال أعمال محليين لتبادل المعرفة والخبرات بشأن مصدر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. السعودية لديها بالفعل مستقبل هائل في مجال الطاقة الشمسية. لديها شمس ساطعة بوفرة وسماء صافية، وهذه أول متطلبات فعلية لتركيبات الألواح الضوئية. كما أن هناك طلبا كبيرا على الكهرباء في السعودية ينمو عاما بعد الآخر. التصريح يأتي من مسؤول له وزنه في مجال الطاقة، فألمانيا هي أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم وتتصدر العالم في تركيبات الألواح الضوئية، كما توفر منصة لمزيد من الشركات للاستفادة من ظهور هذه السوق التي تنمو بسرعة. بالنسبة لنا كشركة في قطاع الطاقة، حنا طبعا نحاول نتعرف على الشركات الأجنبية اللي جاية من المملكة العربية السعودية، ونحاول أن نعمل صفقات معهم، سواء بارتنرشيب مثلا أو مثلا لتوطين صناعة مثلا هنا في السعودية. لما طبعا يصير إعلان عن المجال هذا في السعودية إن شاء الله قريبا يعني. وتخطط الرياض لتوليد ما يصل إلى 41 ألف ميجاوات كهرباء
باستخدام الطاقة الشمسية على مدى السنوات العشرين القادمة، لكنها حتى الآن أقامت ألواحا تنتج 12 ميجا وات أو أقل مما ركبته بريطانيا أوائل مايو. The energy demand is expected to double here by 2020. يتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة هنا بحلول عام 2020، وستكون تكلفة تلبية الطلب مذهلة. وإذا نظرت إلى السعودية اليوم فإنها تنتج الآن نحو 13 مليون برميل يوميا، تستخدم 3 ملايين منها محليا. جميعكم يعرف هذا الرقم. إذا استمر هذا الاتجاه الخاص بالزيادة السكانية بالإضافة إلى الاتجاه للتصنيع هنا كما تعرفون جميعا، فإن السعودية ستتحول إلى مستورد للطاقة في غضون 20 عاما القادمة. ولكل ذلك تستهدف المملكة العربية السعودية رفع إنتاج الكهرباء المنتجة باستخدام الطاقة الشمسية إلى أكثر من 5000 ميجاوات على مدى السنوات الخمس القادمة. محمود العزالي، النيل. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. بقي تفكير بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير البترول يقول إن السعودية والإمارات والكويت توفر المواد البترولية لمصر حتى نهاية ديسمبر مع مشاورات لمد أجل الإمدادات إلى فترة أطول. إيقاف برامج الحكومة الأمريكية غير الأساسية بعد فشل الكونغرس في تمرير الموازنة. في أول تحرك جاد منذ عام 1997 لكبح الدين العام في اليابان، رئيس الوزراء يقرر رفع الضرائب ويعلن برنامج تحفيز اقتصاديا بقيمة 5 تريليونات ين. إلى هنا انتهت النشرة الاقتصادية كاملة. إلى اللقاء.